خلينا نشوف تقرير بعد مباراة نادي الشمس، تقرير موجود فيه لأول مرة أليكس المحترف الأمريكاني وكابتن أحمد الجرحي المدرب العام وكابتن أحمد إسماعيل، هنشوفوا قالوا إيه بعد المباراة وترجعوا لنا مرة تانية. مباراة في بداية السيزون لسه منطقة القاهرة، فريق الشمس حارب طبعا، بس طبعا في فروق في الامكانيات طبعا بين الفريقين، هم عملوا اللي عليهم، لعبوا مباراه كويسه، احنا الحمد لله حاولنا نجرب معظم الناس، كل الناس اخذت فرصه، بنعمل روتيشن ما بين اللعيبه بحيث ان احنا نقدر يعني نستعد لبطوله الدوري من خلال بطوله المنطقه، فالحمد لله يعني 12 لعيب تقريبا التايم اتوزع عليهم كلهم، ويعني نقول الناس نفذت 60-70% من المطلوب منها الحمد لله. المنافسه في الباسكت كبيره، يعني انت اهلي زمالك جزيره اتحاد سموحه سبورتنج جيش، انت الباسكت مختلف عن اي لعبه، مهما بتدعم في فرقتك سواء اي فرقه في الدوري بتدعم، هي مش معنى كده ان هي بتخرج بره الكومبيتيشن وتبقى هي ليد على فرقه تانية، لا بيبقى الفرقه كلها قريبه من بعض، واللي مش هيتعب وهيموت نفسه واللي هيبخل باي مجهود مش هيقدر يكسب. يعني بالذات الاربعه الكبار السنه دي ماتشات قريبه جدا، اهلي زمالك جزيره اتحاد، بس بنتمنى ربنا يكرمنا ان شاء الله ويوفقنا السنه دي ونقدر نعمل حاجه لجمهور النادي الاهلي. لا طبعا هو ده مش المطلوب طبعا من اللعيبه، هم يعني لحد ما في الفتره دي هنقول يعني 60-70% من المطلوب، لكن طبعا عشان نوصل ان احنا ان شاء الله نكسب دوري نكسب كاس مرتبط، لازم طبعا الفورمه بتاعت اللعيبه تبقى اعلى من كده بكتير، الهارموني ما بينهم، خلي بالك الفرقه السنه دي تقريبا شبه متجدده اكتر من فوق 50-60% من الفرقه، فمحتاجين ماتشات كتيرة ودية وماتشات رسمية من النوع ده. احنا مسافرين ان شاء الله بكرة اسكندرية، عندنا مباراتين، واحدة مع الجياد واحدة مع سموحة، هيبقوا برضو ماتشات كويسة قوي، خصوصا ماتش سموحة من الفرق الكبيرة اللي بتقدر دلوقتي تنافس على البطولات واصلة تالت افريقيا مع كابتن اشرف السنة اللي فاتت، ففرقة هايلة، هنستفاد هنحاول نطلع بأكبر استفادة في المعسكر اسكندرية، طبعا واحدة واحدة يعني ان شاء الله بإذن الله هنوصل للي احنا عايزينه في المرنة بالنسبة لمستوى الفرقة ان شاء الله. والله يعني الطموحات تاخد كل البطولات يعني، بس طبعا مفيش حد بيقدر يوعد بان هو ياخد كل البطولات، انت اللي تقدر توعد بيه ان مفيش اي حد هيبخل بنقطه عرق عشان يحقق البطولات دي، وتعودنا يعني ان الحمد لله ان لما بنتعب وبنعمل اللي علينا وبتدي الباسكت حقه ان ربنا بيكافئك في الاخر بالفوز، ويا رب يا رب ان شاء الله يعني نقدر النهارده يعني السنه دي نسعد الجمهور ونحقق اللي هو مطلوب منه مجلس ادارتنا ونشاط رياضي ويعني الفرقه كلها ككل كتيم نادي الاهلي، محتاجين بقى خلاص ان احنا النادي الاهلي يمشي في طريق تاني في الباسكت، يعني ان شاء الله يعوض اي فترات زمنيه خسرنا فيها بطولات كان ممكن نكون احنا الاقرب، ممكن كنا مش موفقين، فان شاء الله السنه دي يعني والفتره اللي جايه مش السنه دي بس الحقبه اللي جايه كمان تبقى احسن على النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا اللعيبه كلها كبار، يعني احنا 15 لعيب كلهم يعتبروا لعيبه دوليه، فلكن هقول لهم الموضوع مش اسماء، الموضوع مش تعاقدات، الموضوع مش احنا جبنا مين او مين معانا في الفرقه، الموضوع تعب وعرق و تبذل جهد، ربنا هيكرمك. تيشيرت النادي الاهلي دي تيشيرت غاليه قوي وتيشيرت كبيره قوي بتكبر اي حد لابسها، بس برضو التعب والجهد هو اللي ربنا هيكافئك عليه ان شاء الله في الاخر. Thank you. You know, it's a good game. شكرا اللي هو جيم كويس واحنا سعداء ان احنا كسبنا النهارده. Yeah, you know, it's an honor to play for his team. هو فرحان وسعيد اللي هو في النادي هنا ويدي كل حاجة عنده اللي هو احنا نكسب السنة دي إن شاء الله ونعمل موسم كويس. Yeah, you know, عايزين نلعب هنا على البطولات وجي هنا عشان نكسب ويبقى ليدر ليدر للناس هنا في الفريق وكل حاجه، عايزين نكسب البطولات وعايز يكون احسن اجنبي موجود في مصر. احنا عيله واحده وكلنا قريبين من بعض وبنحب بعض وكلنا كويسين مع بعض. الجمهور عايز يدعمنا، لازم يدعمنا في الصعب وفي السهل، لما نكون كويسين ونكون وحشين ونعمل كل حاجه لسعاده الجمهور. طبعا فوز كويس، مباراه كويسه، نادي الشمس نادي يحترم،
كلنا كنا لازم مركزين. الكوتش بيكلمنا بالجيم ان احنا نركز ونلعب، كل واحد يلعب بلعبه وقوته. فالحمد لله قدرنا نجيب الفوز. حاليا المنافسه مش يعني المنافسه كويسه، بس لسه في المجموعات الثانيه نقابل فرق اقوى، فكل ما المجموعات تقل كل ما الفرق تكون احسن. هو كابتن اشرف بيتكلم معانا ان احنا نهصل، ان احنا نموت نفسنا، كل واحد يدي حاجه كل اللي عنده، نلعب مع بعض كفريق نموت نفسنا. من كوتش اشرف بيكلمنا على مثلا الحاجات الصغيره اللي هو مش شرط اللي يجيب الاوفنس، مش شرط الانباسي، اللي هو اللعب ديفنس والهاسل والترن والستيلز، الحاجات ديت كلها الكوتش بيتكلم عليها. ان شاء الله نعمل موسم كويس ونكسب اكتر بطولات ممكنه السنه دي.